اغسل يدي. شلون تغسل يدك؟ افتح الحنفيه، افتح الحنفيه، اغسل يدنا بالصابون بالطريقه هاي، ونغسل هم شو اسمه الخلاط مال الحنفيه. اوكي بابا؟ نبدي شنو؟ نخلي المي والصابون على يدينا. السلام عليكم. نخلي المي بالطريقه هاي، دعوة بابا؟ هالطريقه هاي اول ما نغسل، هاي الراحه مال اليد نغسلها. بعدين شنو؟ اصبع اصبع ايش يعني؟ اصبع اصبع حتى شنو؟ نقطع الاوساخ والجراثيم بالايد المتكونه. بعدين هيك يعني هيك وهيك فالعمليه هاي مدة قد تطول؟ دقيقتين الى 3 دقائق تكون كافيه للقضاء على الجراثيم. نغسل ايدنا بالمي جوا المي، نجيب مي نقدر على الخلاط على الحنفيه مال الخلاط ونغسلها. والمشي بدنا ياخذ بعد نستخدم الرياضيات. اوكي بابا؟